القلب نارك شلي جرس لون انهدم دارك احكي احكي وحاجتك قدام ما يفيد فيد اللي ماشي مثلك بمشوارك احكي 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 لنعرف شو سبب هالحال عم الهدوء اركض وراك يا مال احكي مفيد يلي بطريقك مال تنازل كل الراس فيت عهل منوال وين المثل وين القيم ضاعت ما بين ظلم وألم حسين بعيونك ندم مين اللي عم يسرع بقلبك ضاع بيهمه تبقى هزيل باخر صف تسوق بر من كل عل صنف كفك بكفي نبقى سد وصف ونقول لا 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 وميت لا تمرد وصار عسير بوش الريح لا تقبل بواقع مريض وجريح خليك بكلمة حق جريء وصريح لا تستكين للصمت لا تستكين للصمت كسر كسر حاجز الصمت رغم انكارك رح اذكرك بالنقاط اللي ما هي من صالحك واللي رح ادينك بدون ما تعترف. واحد، نحن وصلنا لعنوان الانترنت يلي عم بتراسله واللي عم تتلقى منه الاوامر. صحيح نحن ما وصلنا لسه لاسم الشخص بس رح نوصل له. اثنين، رقم رومانيا، الشباب هلا بيكون صاروا هنيك ونحن قلنا مصادرنا اللي حتتعاون معنا لحتى نوصل له بسرعة، وإذا وصلنا له يعني وصلنا لك. ثالثا يا رشاد يعقوبي، قلت له العزيز بأنك أنت ناقم على الحكومة لأنه إلك أخ محبوس عنا. طلع بالأساس ما لك أخ أبدا، عندك أختين من الزوجات، واحدة بالقامشلي واحدة بالشام. رابعا، قلت له بأنك كنت موظف لدى الحكومة وأنه قلعوك من الوظيفة بسبب استقامتك. ركز لي على كلمة استقامتك. طلعت بالأساس مالك موظف في هالبلد لأنه ما معك غير ابتدائية. بقى هالكلام الحلو اللي كنت تقوله وتعطيه لعزيز، مين كان يلقنك يا؟ يعني انت طول الوقت كنت عم بتبرر هجومك على الدولة بأسباب وهمية، وهذا ما له إلا تفسير واحد، انه في أسباب حقيقية مو وهمية، وهي اللي ورطتك وخلتك تتعاون مع دولة معادية لحتى تصير البلبلة بهالبلد. ما تدافع عن نفسك؟ ليه ساكت؟ ما عندي شي
مثل ما بدك، بس باختصار التهمة لابستك لبس ولا يمكن تنفذ منها، ونحن بدورنا عم نجمع معلومات لحتى نواجهك فيها. بس إذا تعاونت معنا واختصرنا الوقت وقلتلنا مين هي الشبكة اللي عم تتعامل معها، وعد يا رشاد، وعد إذا بتقلنا قبل ما نتهمك بشكل رسمي نهائي إني أقدر ساعدك وخفف عليك، يعني مثل ما أنت ورطت عزيز وضحكت عليه، أكيد في مين ورطك وضحك عليك. عزيز رح ينسجن سنة سنتين ويطلع، وانت كمان ممكن تنسجن سنة سنتين وتطلع، واطمنك اعدام ما في، لانه تهمتك كلها حكي بحكي. شوفي ام زهير، اذا ما عندك رغبة انك تحكي معي الامر عادي بالنسبة لي. وشو الفايدة من الحكي؟ لازم يكون في فايدة منشان غيرنا ما يوقع باللي وقعنا فيه، منشان خليهم يستفيدوا من أخطائنا، منشان ما يخلق واحد مثل ابني رامي أو واحد مثل ابنك زهير. بعيد الشر عن قلبه، هذا ابني اسمه زاهي، زهير ابني الكبير، وعندي بنتين غيره. الله يحفظ لك ياهم، بس كأنهم ما عم يزوروكي. أنا ما بدي ياهم يزوروني، كفيني زاهي. عندك رغبة تحكي لي شي؟ ما بعرف انت شو اللي بدك اياه. يعني عندي فضول اعرف كيف انتقل المرض لابنك. انا نقلت له اياه. كيف؟ مثل ما اسعد نقله لبنته. انت عرفتي؟ هو قعد حكى وشكى، مو بس الي، حكى للكل. يعني نقلوا دم منك لابنك ام؟ لا لا، مو عن طريق الدم. اخ يا ست سلمى، انا قصتي طويلة كتير. حابة اسمع. عندك وقت؟ كل الوقت. من اولها؟ يا ريت. بس أنا نفسي صاير قصير، عمل من الحكي أوهم، مع أنه من زمان ما كان لساني يفوت لحلي. يا ستي مالنا مستعجلين، أنتي مستعجلة؟ اللهي حتى هاي كيف؟ أنا اللي بلاقي لك حل، المهم أنت يا ناهد ما تحمليها. كل الحق لبرهان، هو اللي عرفني عليك. برهان ما في منه تسلم لي عينه. بس ما رح يقبل باللي عملته. لك شلون ما رح يقبل إذا أنا وبرهان دافنينه سوا؟ خلاص ناهد، قلت لك ما رح تندمي، يعني ما رح تندمي. هيشك موقع على بياض، حط الرقم يلي بدك اياه. ما بدي منك شيء. مصاري؟ ما معي شيء، كل المصاري اللي كنت مخبيتهم حضرتك اخذتهم. لا غير اللي اخذتهم، شو معك؟ عم اقول لك ما صفي معي شيء. لازمني 3000 ليره الا مشان تلعب فيهم قمار. ما مشان رجع خسارتي، تامروا علي وشلحوني كل شيء. الله لا يوفقك يا توفيق اذا كان هالحكي صحيح. ولك انت اذا ما بتستحي من الله، الله استحي من اولادك. وشو دخل اولادي بالنص هلا؟ لك المصاري اللي عم تلعب فيهم قمار مو هن احق فيهم ياكلوا ويشربوا فيهم؟ بيعوض الله، المهم بدي ايدك واعطيني. منين؟
حبيبتي نوال، يعني إلا أنت ما تكوني مخباية هون أو هون. أحلف لك على المصحف يعني؟ لك عم قل لك تآمروا علي وشلحوني؟ ليكك لا بس، ليش عم تكذب؟ خلاص ولا فوت نام، بكرة عندك فيها بكير على المدرسة. يلا نحن بعطلة الصيف بابا، قلنا أكتر من شهر. لك يخرب بيتك شو غليظ، أنت دائما هيك بتحب تحرجني يعني؟ شو يعني تحرجني يا بي؟ لك خلاص أنت التاني فوت نام ولا يلا تحرك من عندك. المهم يا نوال اعطيني المصاري قبل ما يمشوا الجماعة. إذا رديت رجعت لعندهم رح يرجعوا يتآمروا عليك ويشلحوك المصاري. لا يا ستي، ما رح يتآمروا علي ولا رح يشلحوني كل شيء، لأني كشفت الملعوب تبعهم. الله وكيلك يا نوال، رح رجع خسارتي فوق أربع، بس ما بيخلوني ألعب إذا ما كان بجدي 3000 ليرة. عظيم، منين بدك تجيب لهم إياها؟ مو بعدها أنت. أنا؟ ولك قلت لحالي؟ لا تردي علي يا مو. لك عم اقول لك اخراس وفوت نام، هلا بفيقوا اخواتك، تحرك ولا. المهم نوال، هلا انت روحي لعند اهلك وجيبي المصاري. لك لا تطلعي فيه، قولي لهم جوزي لازمه بضاعه وانا خلال اسبوع بوفي لهم اياه. لك توفيق، انت ما بتخاف الله؟ ولك خليتنا على الحديده، حتى التلفزيون الصغير بعته. يا ستي خلص وحيات عينك، لجيب لك محل تلفزيون 29 بوصه. لا ستي 50 بوصه، شو رايك؟ بس روحي جيبي لي المصاري وخلصيني. ماني جايبه شيء. نوال ليك يا عم حزرك، لا تخليها توصل بيناتنا الطلاق. ها استرجي طلقها. ليك بسخ الارض ليك، روح نام ولا الا عن شربك كلب. نوال خلصيني بقى، روحي عند اهلك جيبي لي المصاري قبل ما يتاخر الوقت. كمان لا تردي علي يا مو. يا توفيق، ابي مو فاتح بنك، راتب التقاعد يا دوب يا دوب 2500 ليره، منين بدي اجيب لك 3000؟ من الداكونه. لك ابوك وامك عظمن ذهب. انت ركبوا عظام ذهب؟ لك خلاص ولا ليك، اذا جيت رح شافك شاف شافها. حرام عليك، حرام عليك. لا حرام ولا حلال، ليش كتر الحكي؟ روح الى عند اهلك وجيبي لي المصاري. لك لا تطلعي فيه، تحركي 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 تحركي. وجوزك شو كان يشتغل؟ كان موظف بشركة الخضار والفواكه، مؤسسة استهلاكية عندنا بالحارة. لما ربح ورقة لها نصيب اشترى دكان تسمانة وقعد فيها، بقالية يعني، بس شغلها ما كان فيه البركة، كان طول الوقت يشكي من القلة. أنا فكرت أنه الدكان ما له مو حلال، مشان هيك الله ما عم يطرح فيه البركة. بعدين لحتى تدريج أنه الربح كان منيح، بس الربح كله كان رايح على النار. طيب وليش ما نصحتيه بطله؟ انبرى لساني، وما صفي حدا ما نصحه، أنا وأبي وأخي وجوز أختي. بس فالج لا تعالج. بقى يا مرة القمار فوسة مثله مثل الدخان. هلا أنا فيني بطل السيجارة؟ ما فيني بطلها، لأنه بصير ليل نهار ونهار ليل. بس حزرك ليش؟ ليش؟ هذا يا ستي النيكوتين واحد لئيم وابن حرام، متى دخل عبدم بيعشعش فيه، وإذا قطعتيه بيقطع خبري. طيب ليش أنت ما بتقطع خبر الاثنين، الدخان والقمار؟ لا ولسه القمار قال عنه أدق رقبة، لأنه طوال ما عم تلعبي أنت قمار يا مرحومة البالي. جدي لسه ما مات. مستعجل على موته ما؟ لك الرحمة بتجوز على الحي والميت، لا تزعلي. ليش زعلتي؟ هلا انت اذا كنتي لعيبة قمار وقاعدة ما عم تلعبي، الله وكيلك بتحسي بدنك بدا يحكك يحكك كأنه جربانة. كأنه جربانة، لا تستغربي، بس تمسكي الورق بايدك الله وكيلك بتروح عنك الحكة. لك اي حاكيك حكيم ما يعرف دواك ان شاء الله على هالملافظ. مقبولة منك. إذا بدك بكرة بجيب لك ورق، ضل حامله بس ما تلعب. المهم يا نوال، ليلة مبارح لعبت معهم، لك قصرتهم كل مصاريهم ورجعت مصاري، وهن عم يضحكوا ويلعبوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لأمتى يا توفيق؟ لأمتى؟ لحتى أهبش لي شي هبشة مرتبة. يه، ليش كمان ناوي تسرق؟ خلاص ولا، أنت لا تفتح تمك وقعد يحكي أبوك. يا نوال لو بس اربح لي ورقة يا نصيب تانية بزمتي بزمتي لحتى بطل القمار. اي خلصنا بقى يا
صرت صاحب ألف مرة بعد هديك المرة. لو بدك تربح كنت ربحت من زمان. حاجتك حاجتك بقى. صح حاجتك. لك قلت لك خلاص ولا لا؟ مو حاجتي. هذا اصلا اللي فالح لي فيه انت مقمار ويا نصيب بس. ليش هلا مفكره انت انه اليا نصيب مقمار؟ لك يا غشي مقمار بس جرعي. قومي قومي شوفي شو كسر الحمار. قومي قولك شو ما كسر شو ما كسر ما رح يكسر ظهري قد ما نكسره. شوفي مو نحن اللي شوفي. على العوض بسلامتي. ديروا بالكم على حالكم. لأمتى بدك تضل واقف تحت وأنا فوق؟ مين هذا الشاب يلي على المطار؟ أنا شاب. ليش ما بدها تقلي؟ وأصر علي يا أما بياخذ سنسال الذهب ليلعب بحقه يا أما بيذبحني. وأنا ضليت عم برفض. ليوم من الأيام شفته داخل والدم عم يغلي غلي بعروقه. إن شاء الله يا أبو. لا سدي بوزك احسن لك. ها ما حدا ضربك على ايديك؟ بس انت قلت لي يعني طالع لعندي على البيت تتفرجي على التلفزيون ما مبين الشغله. بس بصراحه انت فاجأتيني انك لساكي. يعني لو كنت بعرف كان الموضوع اختلف. شو يعني؟ شو بيفيد الندم هلا؟ ولا شيء. Thank you.
بعد إذنك كمان دخيل عيني. على عيني. شو؟ متفاجئ بالهدوء ولعب الشطرنج؟ طبعا متفاجئ، يعني رأس وغنى وشطرنج ما بيشتملوا. رأس وغنى؟ هلا انت بتشوف الشلة بس رأس وغنى؟ لا يعني انا مو هيك قصدي، بس يعني معناتها لازم تعيد نظرتك بالشلة لحتى تحترمها اكثر. لا تامر، انت كأنك هيك يعني بتزودها. ربيع، نحن نخبر، تعرف شو نخبر؟ يعني كل واحد بيناتنا له كيانه الخاص، اهتماماته الخاصة، شغله المحترم اللي بيعيش من وراه، مشان هيك نحن بنتميز عن باقي الشباب. إذا أنت عم تحكي جد خليني أفهم، لأنه أنا بلشت. إيه طول بالك طول بالك، لا تضوج، أنا آسف. معقولة قديشك نغوزي؟ لأنه اللهجة اللي عم تحكي معي فيها ما كثير بحبها يعني. إيه عود عود. هي اللهجة لازم تتعود عليها، لأنه ربيع بصراحة أنا كمان عم بسمح لك تحكي بلهجة أنا ما بحبها، ويبدو إنك ما بتعرف الشي. أنا لازم أعرفك عليها قبل ما أنا أعرفك. لا ما في داعي، بكفي الفرقة اللي عم تعزف، عم تعزف وكأنه صاروا 20 سنة محترفين. لأنه بيحبوا الموسيقى، وشرطك إنه كل واحد بيناتهم بيشتغل بكباريه أو بنادي ليلي أو حتى مطعم فاخر. تعرف ليش؟ لأنه الموسيقى إلهم بتريح الروح مو البدن، وهن هيك مبسوطين بحاله ولحاله. شايف نزار اللي بيعزف على الدرامز؟ هذا بطل الكاراتيه وكيك بوكسين وشريك بمطعم بيتزا واكلات سريعه. ورامز بيلعب باسكت بول بفريق محترف وبيشتغل باكبر مطاعم الشام. ورياض بالاضافه لمعمل الالبسه اللي عنده سائق رالي، اخذ الثاني على سوريا والثامن بطولة الشرق الأوسط. وكمال لاعب سنوكر ممتاز. بعرف، والله بعرف، وبعرف كمان أنك أنت عم تلمح أنه أنا ولا شيء بالنسبة له. مو صحيح، أنت مشروع رجل أعمال ناجح بس ما لك مكتشف حالك، وسائق دراجة ممتاز. مشان هيك قل له لأبوك يفتح لك مشروع لحتى تكمل معك وتصير مثلك مثلنا وبدون زعل ربيع. ما بقدر ازعل منك لانه معك حق. صحيح، شو اخبار امك وابوك؟ يا سيدي امي طلعت شغله. معناته في شيء جديد؟ قال نحن مفكرينها مسكينه عم نضحك عليها، طلعت جباره ولا سائله فيه، وما عم تخليه يفوت على البيت بدون ما يتصل. وانت عجبتك هالحالة؟ طبعا عجبتني، بده اياها بابا، لازمته هالرصة لحتى يعرف ان الله حق. مات الملك اخيرا، مات الملك. اهلين بابا. ايه انا عند رفيقي تامر. ايه طبعا بعرفه. ايه بيجي بيجي. خلص بكره الساعة 3 بعد الظهر بكون عندك. يلا مع السلامة. بابا قادر يشوفه بس انا ماني مطمن. الجميع تعودوا غيابي، لذلك لن تكون خسارتي فاجعه لاحد. في الامر شيء من هذا، ولكن لدي موقف. انا اعرفك، انت لن تنتهي الحرب حتى ان نجح جميعا. شو ليش ما عم تتفرج على المسلسل؟ ستضيف فئه جديده الى قائمتك. انت ما تقومي تنامي الساعه 9؟ مين هذا الشبي اللي كنتي عم تسلمي عليه؟ اللي كان راكب على الموتور؟ أنا عم سلم عليه؟ إيه، رفع لك إيده، أنتي رفعتي له إيدك، قام مشي. أنتي شو عم تخبصي؟ هلأ أنا اللي عم خبص؟ إيه بس بقومي على غرفتك.
بقوم شو خايفه مني؟ عم شو قوي؟ ورح نفتح المركز فرع تاني بحلب. كتير منيح. بالمناسبة الدكتورة سامي والدكتور مازن مبسوطين جدا من النتائج اللي توصلتي لها. المهم يعجب اليو ان دي بي. يا ستي المواضيع اللي حتقدميها حتكون صرخة. للأمم المتحدة بجلالة قدرها وللناس المهتمين حيقدروا يتجاهلوها. يا رب. إيه سلمان. يعني ما صار وقت مناسب لحتى نحدد موعد زواجنا. إن شاء الله. إن شاء الله بأقرب فرصة. سلمى إذا بتريدي أنت لازم تحددي لي موعد رسمي. سلمى موضوع بيستاهل وأنا بحياتي ما كنت جاد مثل هلأ. يعني أنا قلبي خرب على قد ما استنى. ما بدي إياه يعفن. سمير خلود بنت أخي حابة تتوظف. أنت مرة قلت لي سلمى إذا بتريدي خلينا هلأ بموضوعنا. سمير بترجاك قبل 40 رامي ما فيني أحكي بهالموضوع. نحن السبب ما؟ نحن منغلط وهن بيدفعوا الثمن. أنا ما غلطت. أنا آسف آسف. وين راحوا هدول؟ وين تركوني لحالي؟
مبسوطة سناء؟ كتير. ياك تدوقي لي هالسيجارة. شو هذا نوع جديد؟ هذا أفضل دخان نزل على السوق لحد هلا. نسبة النيكوتين فيه خفيفة كتير وما بيعمل بلغم، وفي نكهة طيبة كتير على خوخ. خوخ؟ وفي منه على فريز، وفي منه على تفاح، وفي منه على شوكولا، بس أنا حبيت طعمة الخوخ أكثر. تعرف بعمري ما كنت متوقع أني دخن في يوم من الأيام. ليش أنت عم تدخني؟ أنت عم تنفخي تنفيخ. خلي معك والقداح. الباكيت باخده بس القداح لا. باين انت غالي. ما في شي بيغلى عليك ابدا. كان يحكي لي كل شي عم يصير على طاولة القمار. مرات تمضي الليلة على خير، ومرات تعلق بيناتهم يتخانقوا يتضاربوا تغرموا يا عقل. بعدين يصالحوهم ويقعدوا يكملوا لعب ولا كأنه صار شي. وبيوم اجاني وش الصبح لك انت ما تخاف الله. ولك معقولة تطلع من البيت وتركني بلا مصروف؟ معقولة ما الاقي لقمة الاكل طعمي ولادك؟ ولك قص لا تعلي صوتك، هلا بفيقوا الاولاد. ما انا بدي اياهم يفيقوا ليشوفوا عمايل ابوهم. عمايل ابوهم يا خاخ يا نوال. لك شو مرة، لك شو مرة، ولي ولي ولك النسوان مرة. لك ايه هي صايرة جنسية، بس بعتقد انا انه لا، هي كانت شقرة بس عاملة برونزاج. الله وكيلك كل عضلة هيك مثل تعين هذول كمال الاجسام بس النسواني. القمر وقت ما بيكون في شمس عليه بتقول له روح، هاي السما مو إلك، هاي السما إلي، انا بدي اضوي اياها. كانوا مره هاي هاي المره اللي اجت لعنا محل ما كنا عم نلعب قمار، مره بتقولي نازله من نجمه او طالعه من ورده بنفسجيه. ما بتستحي على دمك، عم تحكي لي عليها كمان؟ الله سبحانه وتعالى جميل وبيحب الجمال. بعدين نوال انا بعمري خبيت عليك شيء وما رح خبيه. الله لا يوفقك يا توفيق. ولك هيك اخرتك عم تلعب قمار مع النسوان، الله لا يوفقك. لك هي مو نسوان، لك هي شغله كبيره. أشطتنا كلنا ما تركت ولا فرنك. لك شو بنعلمنا؟ لك مبسوط؟ لك ايه مبسوط، مو بس انا مبسوط، قلنا كنا مبسوطين. الله وكيلك كأنه نحن الربحانين مو هي. بس مرة يا ام سوير بيناتنا اي وحدة مرة. وانا شو؟ وانا شو؟ وكيف بتقبلي تضلي عايشة معه؟
وين بدي روح بحالي انا وثلاث اولاد؟ عند امي وابي اللي ذابحون المرأة. بس هيك حياة ما بتنطق. انا طقطة غصب عني، ما كان عندي حل غير اني ضل صابر عليه، بلكي الله بيهديه. وما كان ينهدأ. انا لهلأ ما عرفت شو علاقة لعبه بالقمار باصابتك بالمرض انت وابنك. سناء، يمكن صار الوقت ان نفتح قلوبنا لبعض اكتر. انا قلبي بعمري ما سكرت بوشك. انا بدي اياه ينفتح لي انا بس. تعرف ما قصدك عندي. لما عزل حالة ما بتكفي. انا فعلا بقصدك بس بحبك اكتر. وانا كمان. بتحبيني؟ لكن ليش بطلع وبنزل معك كتير؟ واللي بيحب التاني بيضل هيك بعيد عنه؟ أنا بعيد عنك؟ سناء، أنا عم بيرغب إنه نتزوج. أنا عم بحكي جد. جوز الظروف هلا مو مناسبة، بس إذا صار الظرف مناسب بتتزوجيني. من قلبك الحكي؟ بتتزوجيني سناء؟ طبعاً. متأكدة كتير. أنا جاي على بالي ضمك عنك، بس أكيد مو هون. لو المكان بيسمح تقبلي تضميني؟ يعني لو متزوجين إيه، بس زواجنا ممكن يطول شوي. ليش؟ في أمور عائلية خاصة لازم ننتهي منها قبل ما نتزوج. هلأ صعب أن يحكي لك عنها. طيب وإمتى بتنتهي منها؟ ما بعرف، يمكن أسبوع، شهر، سنة. سنة؟ بتريدي تروحي معي ورجيك البيت اللي هنسكن فيه؟ ليش اشتريته؟ سناء أنا عم فكر فيك من زمان، بس أنت مو حاسة فيه. أنت اللي ما كنت حاسس فيني مو أنا. يعني موافقة تروحي معي بكرة على البيت فرجيك إياه؟ لأنه إذا ما عجبك ممكن اشتري لي غيره. تروحي؟ ما بعرف. طيب على راحتك. وضلينا على هالحالة يا ست سلمى كل مالنا لورا ليوم مرضت. كان إلي شي 5 شهور حالي. رحت لعند الدكتورة طلبت مني تحاليل دم، حللت، قامت طلبت مني حلل كمان مرة، كمان حللت، وأخذت التحليل ورحت لعند على العيادة. كان في عندها شخص قاعد بالعيادة أول مرة بشوفه، واضح إنه عم يستناني لإجي. كان لطيف معي بس أسئلته خوفتني. أنا ظنيت إنه معي سرطان، ما خطر ببالي أي مرض تاني. بعدين اللي عرفت إنه هذا الشخص هو الدكتور مازن، مدير مركز مكافحة الإيدز. المهم عرفت انه معي الايدز. كان الدكتور مازن طلب مني امرق لعنده على المركز عشان يسألني كم سؤال ويعطيني الدواء المناسب. ما رح احكي لك شو صار بحالتي. انا بعرف انه الايدز مرض وسخ وما حدا قدر ينفد منه. بلشت طوش اضرب رأسي بالحيطان. شو بدي اقول لجوزي؟ شو بده يظن فيني؟ ولأيمتى بدي خبي لوقت ما يطلع الطفح على جلدي وانفضح؟ ما لقيت حالي غير عم خبره. شو لين؟ لك طول ما
بهدا بحالي وحدي، إذا أنت كنت عم تمزحي معي بس. لا لا أنا ما عم بمزح بس أهدى لحتى فهمي. لك شو بدك تفهميني؟ لك شو بدك تفهميني؟ مرتي وطلع معها الإيدز؟ لك إيدز يا فاجرة؟ لك عم تخونيني؟ لك والله لقيت بحبي وارتاح منك يا فاجرة. لك من مين هدول؟ لك من مين هدول اللي بطب؟ لك من مين؟ ضربني ضربي، ضربني ضربي. ابني ضل مو بالوعي، بإيدي برجلي على رأسي على بطني، يا ريت طرحني، يا ريتني فقدته للولد بهديك الأرض، يا ريت تركني بين الموت والحياة وطلع من البيت هو عم يضرب أولاده. طيب انت ليش ما قلتي له انه ما خلاني مجال، اعطاني فرصة احكي، ما ترك لي وقت لحتى فهمه. بعد القتلة ضليت عمر لعند الدكتور مازن على المركز، كان يعطيني أدوية من غير ما ياخد حقه الله يجزي الخير، وكان يسألني أسئلة كتيرة، بس في شغلة كان يحوم حواليها بده يفهمها ومخجول مني. بعدين بق البحصة سألني إذا كنت بعرف رجال تاني غير جوزي، حلفت له على المصحف انه ما في مخلوق على وش الارض كلها لمسني غير جوزي. معناته مشان هيك الدكتور مازن طلب مني اقنعه لابو زهير يروح يحلل دمه، كان له 5 ايام ما رجع على البيت، لا شافني ولا شاف ولاده. بوقتها كان عم يدور على زبون ليبيع الدكان لأنه الديون كانت طامرته من وراء الأمور. بده يبيع الدكان اللي عم تعيشوا منه؟ الأمار بيعمل أكتر من هيك يا ست سلمى. مهم كنت قاعدة بغرفتي فجأة بسمع صوت باب صغير وهو عم ينفتح. اسمعيني يا أبي حتى ما أبتكم جريمة قتل، أنت طالق طالق طالق، انقلي انت والولاد من البيت، اتحركي. طلقتني لاني معي الايدز؟ طب استنى لحتى فهم. لك شو بدك تفهميني اكثر من هيك؟ لعما صدمت جوزين 13 سنه وبالاخير تطلعي اوعى تكمل لتقوم تكفر. هذا بس لاني انا بلعب امام هيك بتكافيني يا نوال؟ لك هيك بتنتقمي مني؟ ولك بتعرف انا من انا اخذت الايدز؟ لك من وين ما اخذتي تاخذين؟ مهم معك ايدز؟ ولك اخذته منك. شو؟ يشهد علي الله انه ما حدا مس شعره من جسمي غيرك. يحرم علي اذا عرفت الحرام كله طول عمري. انت اللي لازم تسال حالك، انت اللي لازم تسال حالك منين جبت المرض ونقلت لي اياه.
عم بتقولي انت يا؟ الدكاترة هن اللي عم يقولوا، وزمانك مستر روح على المركز وحلل دمك. هلا جريمتك انت بدك ترميه علي؟ جريمتك يا توفيق، جريمتك. بتتذكر المرأة اللي كان طاير عقلك فيها؟ هذيك المرأة اللي كانت عم تلعب معكم قمار هذاك اليوم؟ بتتذكرها؟ يمكن هي اللي نقلت لك المرض. هي ولا غيرها؟ شوف حالك مع مين كنت عم تروح ومع مين عم تجي. بس قبل هاد كله لازم تروح وتحلل دمك، وإذا أنت ما بدك هن راح يحللوا لك يا غصب عنك قبل ما تعدي غيرك. سكت يا ست سلمى، سكت كأنه أكل 100 سكين. طلقتني، ظلمتني، وبعد الطلاق عم يستنانا موت بشع أنا وياك. بس هذا اللي ببطني ما يكون أخذ العدوى مني أنا كمان. إيه الدكتور هيك قال لي، قال لي احتمال كبير يكون الجنين أخذ العدوى مني، العدوى يلي أنا أخذتها منك واللي انت اخذها من ابصر مين. لا لا يا نوى، لا لا تستكين للصمت.